السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم عندنا هاد لاماشين سانجر الكحول هادو اللي يستعملهم كامل الناس. واليوم نوريكم ان بروبليم يكون في لاماشين نتاعكم ولازم ديروه. تبعوني باش تعرفوا هاد المشكل كي يكون في لاماشين. لازم دائما تشوفوا لاماشين نتاعكم الى خصها حاجة ولا ما خصهاش. تبعوني باش تفهموا مليح. دركا راكم تشوفوا عند البر عمود الابره بارك وي هذا كما راكم تشوفوا فيه. هذه انا ندير الابره نتاعي على عندي ندير الابره مي هذا البارك وي ما عندوش هنا لاري نتاع الابره. هنا كي ندير الابره انا ما نعرفش الحد نتاعها وين ندير الابره. دونك هنا خصها لاري نتاعها. دركا هذا البار ايغوي ليكم تشوفوا فيه بار اكزومبل هذا هو البار ايغوي. كي نديروا الابره هنايا هنا خصنا واحد الفيس باش نديروا لاري نتاع الابره. هذا ما راهش كاين. هذا هو السبب يخلي كي تكونوا تخيطوا ما تعرفوش لاري نتاع الابره الا طلعوا ولا تهبطوا لازم ديروا له لاري. ولاري راه عنده البيس تاعو سبيسيال هواني نديروه كما هكذا. فوالا راني درت الفيس به بالسلك هذا اللي يحكمكم الخيط. دركا ممكن نطحن ندير الابره. فوالا عندها لاري تاعها هنا. كي توصل لهنا غادي الابره تحبس باش تكون لاماشين تخيط مليح. فوالا كما راكم تشوفوا انا غادي نحيه ونديرو هنايا هلا. وهذا راه كاين في السوق بحد الثمن ماشي بزاف. ديروه في الماشين نتاعكم باش تكون الماشين نتاعكم تخدم مليح. قلنا هذا البيس سي اوبليغاتوار في الماشين. كي يروح لكم روحوا شريوا واحد وديروه باش تنو من المشكل نتاع الابره طلع ولا تهبط ولا ما تعرفولاش البلاصه الصحيحه نتاعها. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.